ورجيني كوبونات التذاكر تبعهم. معقولة انت هنا؟ يعني بدي اقطع تذاكر واقبض قبل ما اعمل لهم حجز؟ ليش لا؟ ليش لا؟ لانه ما عاد حدا يثق بمكاتب شركة الطيران بقصة الحجز، والسبب طبعا خربطوا الشركة تبعكم. بكون واحد حاجز تذكرة وعين الله عليه بيطلع على المطار بيلاقي حاله على الويتنج ليست، لذلك ما عاد حدا يقطع تذكرة قبل ما يأكد الحجز بالأول. اوف هلا لا تقفقفي على الفاضي، امسكي دخني لك سيجارة نفخي. لا لا شكرا ما بدخن. ما بدخني؟ علي أنا يا هناء؟ إيه ما كنتي تتركي السيجارة من إيديك، امسكي امسكي. يا زلمي بضرب السكري تبعك. بس والله اشي مفتخر، هدوي لك واحد تعال. بديش بديش إن شاء الله منكفيكم بالفرح ومعقب لعواسكم. صار لازم نطلع على معبر عين التيني والسيارات عم يستنى. يلا تفضل تفضل وأهلا وسهلا. يلا يلا يا خالد عمي يلا. معلش امي تسلي بدروسك على بينا ما ارجع، وهلا بعد شوي بتطلع فاطمه بتقعد معك. لا تعذبيها للمخلوقه ونامي بكيرها وبلاها كثر الاسئله تبعك. حاضر ماما. يا
فاطمة ليكني دكتورة أهلين. دخيل عينك فاطمة، أنا رايحة هلا على الشغل. مثل ما بتعرفي اليوم مناوبتي ليلية، وسناء طلعت لعند أبوها على اللاذقية، بقى بدي أطلب منك طلب. إيه تكرمي من عيوني. أمل قاعدة فوق بالأوضة، بقى بركي بتطلعي بتعدي معها لبين ما أرجع من شغلي. طيب ليش ما هي بتقعد معي؟ يعني قهوة اللي مطلعة والنزلة. لا، إذا بدك تعملي معي معروف بتكملي للآخر، يعني مو مشان شي، بس أنا هيك كون مرتاحة أكتر، عقلي هيك. إيه خلص مثل ما بدك، على عيني. يلا بخاطرك. مع السلامة. بجيب لك شي معي أنا وراجعة؟ لا تسلمي، بس لا تتأخري، عاملة حسابك بالحراق بصبعه ونتعشى سوا. إيه بس لا تحطي عليها كزبرة. يو شلون هي؟ حرق بصبعه بدون كزبرة؟ شلون بدها تصفي؟ إيه مثل المرة بلا رجال. إيه فوتي كملي شغلك فاطمة، فوتي أحسن ما تخبصي بالحكي أكتر بخاطرك. يقطعني على هلسان. دوبريني لا تزعلي، أنا هيك بسكوت بسكوت وبدج الحكي دج. خيالها سبع عرم جنزر فوقها، خيالها سبع عرم جنزر فوقها، مورادها عرمان وعجال البرك. والله ما كانش إلي خاطر بالطلعة كلها. ليش عاد يا رجال؟ قديه صار لنا ما فرحنا يا حسرتي. بعدين هسه منطل على البلاد. منطل على ايش؟ على البلاد. آخ على البلاد. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. أهلين ابن عمي، فوت بدل ثيابك دقيقتين وبكون الأكل جاهز. خير زهير شو في؟ زهير وقفت لي قلبي شو في؟ فوتي فوتي، فوتي البسي وحطي شي على راسك، بعدين بقول لك شو في. لك شلون بعدين؟ والله وقعت لي قلبي، زهير شو في؟ أمك بالمستشفى عم تودع. بقى فوتي البسي لك شي شغلة خليني أخذك لعندها، بركي بتاخذي منها الرضا قبل ما. ولي على بس وينك؟ البسي شغلة غامقة ها؟ يعني مو تقضي لي اياها، روح على البيت جيب لي فستان اسود وسكربينة سوداء، يعني احسب حسابك على كل شيء. دغري يا مريم المرة دغري، دغري لك يا عمي، يا ريتني انا بدالك يا عمي. ولك حاجة تولولي، اللي عليك عم تنازع لسه ما ماتت. كل ما له حالته لورا. بكره راح احمله حمل على الدكتور. مش راح تقدر عليه. طيب انا راح اروح شوي وارجع، شغلي لي الحمام يما. وين رايح؟ بدي اروح اودع شهد، يعني مش حلوه. اروح يما روح، بس اذا في براسك موال مع هالبنت فما تغني قدامي حبيبي. ليش؟
بدك تجوزيني صبرية بنت خالتي اللي بصيدة اللي لا بعرفها ولا بتعرفني؟ بسبالة شو مالها صبرية ولا؟ لا توترني نزير، ليكو إجا. شو صار معك؟ طول لنا بالك يا زلمة، طول لنا بالك، خلينا نعرف نتنفس. شو بشر؟ كلمة السر تبع الشركة. لك هذا الموظف تبع أمانة السر بالشركة يعني كان راح يبكيني من كثر ما أنه أمين، هو نزيه، هو مستقيم. ما بده يعطيني كلمة السر إلا بألفين ليرة. فيعني الله يهني هالبلد على هيك أيدي نظيفة ومستقيمة وأمينة. تفضل. حازم، هاي كلمة السر عندك. أنت شغلتك طويلة، قضي ليلتك هون. أنا وقصي رايحين، بدك شيء؟ خلي لي مفاتيح المحل. ولا شو بدك المفاتيح؟ شو بدك تحبسني هون؟ بلكي لازمني شيء؟ تفضل يلا امشي. والله ما بفهم عليك يا استاذ عماد، يعني حجوزات ما بدك اياهم، ليش لا تعطيها اياهم وتحجز على الطياره وتدفع مصاري؟ هلا كم الف ليره بتسميهم مصاري لك بديع؟ مو القصد يا استاذ، بس انت ليش لا تحجز طياره وتسكرها باسماء وهميه وهو ما في لا ركاب ولا شيء؟ لانه اجا وقت الدفع والحسابات القديمه لازم تسددها الست هناء. يعني لا تأخذني أنا مستوى ذكائي ما بيوصل لمستوى ذكاء، ما عم بفهم عليك. تفهم معك بتفهم إلا ما يدوب التلج ويبين المرج. لك هلا أشراب خلصنا، شو بدك بحديث البزنس والشغل والعجوزات؟ بلا قرف يا زلمة، خلصنا أشراب. صحتك. أمرك. Thank you.
كمان مش عارف تنام. قليلي هشوف اللي شفناه اليوم. قلتلك بلاها الروح أحسن. شفنا ولا ما شفنا؟ هاي هي الحقيقة. لإمتى بدنا نضلنا طامين راسنا بالرمل؟ آخ يا فريدي، أمي شفت العلم الإسرائيلي قام بيرفرف فوق روسنا، حسيت حالي إني ضعت مرة تاني. هي موعد السينما. هاي مزبوط مزبوط. هسه بتروح بتحضر لي حالك وبتلبس منيح، لانه ملبوس البني ادم يا صافي بدل على قيمته وقدره يابا. يعني رح نروح على حفلة الظهر؟ بس جيبش سيرة لحدا. يعني عن جد رح نروح؟ حنروح. وايش في بيناتنا مزاح؟ وين؟ ولا حس. لا الحمد لله اليوم رادد لونك وصحتك، وإن شاء الله كله بيتعوض يا حبيبتي. لا والله يا خالتي، مو دائما اللي بيروح بيتعوض. لا تكوني متشائمة يا حبيبتي، قد خالتك فريدة ما مر على راسها، وأولها حرقة القلب على روحة الضنا لهم الدنيا كله، ومع هيك بعرف أفرح حتى بضحكة ولد صغير من أولاد الحارة. إيه بس الفرحة بدها أسباب يا خالتي، وأنا هلأ صرت عم حس إنه ما عندي ولا سبب يخليني أفرح. طلي على هالحكي طلي. إيه كل هالحلا والموهبة وولادك الله يخلي لك إياهم، كل هاد مش سبب يخليك تفرح يمه؟ وشو الفايدة إذا الشخص الوحيد اللي بدي إياه يشوف كل هالأشياء مو شايفة؟ أنت مش قلتي لي إنه قلبك حاسك إنه ما عاد حكى مع هديك المستورة من وقت عمليتك؟ بلا صحيح، يمكن هو بطل يحكي معها أو يشوفها، بس أنا خلاص صرت حاسة إنه هي معششة بقلبه. كل ما أطلع بعيونه بشوف خياله، كل ما حكى معي بحسه عم بيحكي مع مرة تانية ساكنة بقلبه وما عم تفارقه، فشو الفايدة؟ لا تكوني مونون يا حبيبتي، كل إشي بالدنيا بده وقت، أعطيه وقته يمه، إن شاء الله بيرجع مثل ما كان وأحسن. أنت بس عاد خليكي عاقلة وحكيمة. مديت ايدي وسرقتك، رجعت ايدي وتركتك. تسمى هذه الظاهرة التي يتعاطف فيها الرهينة مع الخاطف والضحية مع الجاني، هذه الظاهرة تسمى ظاهرة ستوكهولم. وتسمية ستوكهولم هي بصراحة اجت من حادثة وقعت في مدينة ستوكهولم في السويد، اكتشف فيها رجال الأمن بأن الرهائن
متعاطفين بشكل قوي مع الخاطفين وقدموا لهم الدعم. هذا الشيء إذا بدنا ندخل فيه أكثر بالتحليل النفسي بنكتشف إنه أنا بعتذر منكم، ماني قدران كفي المحاضرة. بتقدروا تتفضلوا. شكرا. دكتورة ما نزلت حرارتها؟ صار لها فترة على الحالة، تنزل حرارتها شوي وبعدين بترجع بتغلي وبتصير مثل النار. هي وقفتها تحت المطرة وقت طويل هي اللي عملت فيها هيك. هي بس حلها الطيب، خلص الدواء الالتهاب كله وكمان دواء السعلي، ما عم تتحسن. إن شاء الله بتقبرني، كل الحق علي. بس والله يا دكتورة ما بعرف، إجاني خبر أمي الله يرحمها، ما بعرف كيف طلعت من البيت. والله بعرف يا فاطمة بعرف، يعني شو كان بإيدك تعملي؟ هاتي دخيل عينك عطيني ميزان الحرارة لشوف قديش صارت حرارتها. يا لعيني هذا مو هيك؟ ايه. على وين العزم؟ هاي انت فتتي على بيتك قبل شوي، سألتك وين كنت ومنين جاي؟ لا معناته لا عاد تكثري غلب وتسأليني من اليوم ورايح. بديش حدا بهالدار يسألني فيك أي سؤال. خلص وهسا بتطلعي بتقول لشغيلتك يلي فوق بس يخلصوا عمار تاج محل تعين ابنك يعملوا جدار عزل بيني وبينكو. لسه قلبك ما رقش على قصة العمار؟ انت كل اللي مضايقك انها مشهورتي. تفكرش بمصلحة الولد كناك؟ مصلحة الولد؟ والله ما انتي عارفة ايش بتعملي. قال بدل ما تطلعي من عيشة الحواري هاي بتروحي بتعمري له فيها يا مهندسي. ولك يا صافي. شو مطولين؟ ولا يهمك معلم، البيت باخر الحارة، انا امبارح عملت عليهم الناظور لقيتهم عم يعمروا. ممتاز. جدي انا جاهز. ايش هذا العامل يا ولد؟ ايش حاطط على راسك؟ جيل. ايش هذا الجيل؟ ولك طالع زي الانفز يا زلمه. نجر قدامي نجر. انا ابو تاريخه. انتوا اللي عم تعمروا؟ ايه تفضل. تفضل معلم تفضل. شو يا حجي؟ بلاقيك عم تعمر؟ شو ما بتعرف انه العمارة مو مسموح؟ لا والله منعرف. يا مشحرين يا مشحرين. مشان الله يا خالتي تطول بالك واستر علينا الله يرضى عليك. حبيب ادخلي لجوا، خلي الجماعة يشوفوا شغلهم. مفيد جيب لي العمال خليهم يهدوا ويحملوا البضاعة. ها
حجي هاي البضاعة كلها رح تتصادر. هيك بدك تعمر بدون رخصة؟ مين ما اجى على باله يعمر بيعمر؟ ايش في يابا؟ أسامة خلي أبو صافي المعمرجي يجي يابا يتفاهم مع هالأوادم. يلا طلع قبل شوية راح يدور على شغل. تريش يا عمي؟ دعت بنتي، دعت غربتنا، دعت بغداد. خير عمي؟ أريد أرتاح زينب، أرتاح ساعديني. يلا شباب تيسروا، انتوا الله معكم. ما بدي ارجع اشوف ولا واحد منكم هون. ها يلا. شو معلم زهير؟ جماعة واقعين بعرضك. شو قلت؟ بعرفك رجال كفو وما بتحب خراب البيوت. لك شو مفكرين البلد فلتان انتو؟ ما فيها قوانين، كل واحد بيعمل اللي براسه. ولو يا معلم، ما في شي بيصير إلا برضاك ومن بعد علمك ومعرفتك. علمي ومعرفتي؟ حسابك عسير لقب صافي، بس بعدين مو هلا. انت شلو ما بتخبرني؟ شو بدي خبرك يا معلم؟ يعني لولا العمار هون وهون كيف كان بدنا نصرف البضاعة اللي عم بتصادروها؟ فشو؟ ايه بس الشغلة فيها مسؤولية علي لقب صافي. آمنا وصدقنا، يكفي 35,000. شو 35,000؟ لك شو عم تحكي انت؟ شو بدهم يكفوا ليكفوا هدول؟ انت بتعرف انا كم تم بطعمي لحتى الشغلة هي تمر؟ طيب لا ضرر ولا ضرار، شو ديتها هي؟ قول ورحام. كرمالك انت 40,000 وكله عن طريق لقب صافي. انا هلا رح روح يومين وبرجع لعندك. يا بتفوت البلدية يا بيفوتوا ال40,000 للجيبي. سلام. شرف شرف معلم شرف. شو يما؟ خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. يلا هاتيها بسرعة. ماما ما بدنا نستنى بابا. لا حبيبي، من هون ورايح نصير نتغدى بدون ما نستنى بابا. هات هادي صحنك. شكرا. ما بدك تعذبني مو؟ بابا بابا هون هون سنونو هون بابا. بابا بلشت أرجلي قبل الغداء؟ أهلين بابا. قضيتها بلقمتين من صحن المسبحة. والغداء اللي بيساوي لك يا؟ طبخي على مهلك لبين ما أخذ نفس أرجلي. ماشي، ساعة بيكون الأكل جاهز. سناء، جبتي لي جرايد معك؟ لا، نسيت. مو مشكلة. على كل تليفونك رن أكثر من مرة وأنا ما رديت عليه. مو مشكلة.
لك انت ليش بتكتر اسئله؟ اه ليش؟ خلاص اعمل مثل ما عمل لك يا اخي. عطيه اسامي العشر ركاب اللي على رحله قبرص الاسبوع الجاي، خلي تعمل لي الحجز من عندها. لك يا استاذ عماد، الطياره فاضي وما في عليها ركاب كتير، يعني مو مسكره. ليش بدك تعمل الحجز عن طريق مكتب المدام هناء بالوقت اللي فينك تعمله عن طريق مكتبك؟ الموظف اللي عندي قاضي اجازه وبرنامج قليل وهذا تبع الحجز ما بعرف سوق عليه، مشان هيك بدك تعمل لي الحجز عن طريق هناء. لو خلصني بقى. طيب مثل ما بدك، الله معك، مع السلامه. وين هي ما عم ترد على الموبايل كمان؟ تفضل تفضل، شوفي لي كشف الاخ وشيكي لي على المنفست. شوف يلا هون. هاي هاي. بتعملوا حجوزات على دبي؟ دبي بس دبي، دبي وابو ظبي وجده والكويت والارنكا وجزر الكناري والقمر وزهره والمريخ وعطارد، وين ما بتحبي فينا نحجز لك. بدي تأمنوا لي فيزا، حابه روح اعمل جوله سياحيه. ولك تكرم عينك، فيزا 200 فيزا. بس بدي اسالك، يعني حدا بعتك لعنا ولا زبون الطريق؟ سمعتك وسمعت المكتب سيد عماد بتخلي الواحد يجي لعندكم، يعني مو زبون الطريق. الواحد شو له بالدنيا غير سمعته؟ طب تفضلي تفضلي لفوق تفضلي. أوكي. يا ميت اهلا وسهلا. ها منير بشر، لقيت شغل؟ لا، الشغل اللي لقيته يريد مني 7 ساعات باليوم، وأنا ما أقدر أتغيب على البيت هالقد، وأبوي لازم أفوته كل ساعتين للحمام، ما أقدر. شو هذا أنت وياه؟ حجز لجروب كامل على قبرص؟ في حدا بيسافر على قبرص بهالوقت ونحن برات الموسم السياحي؟ شو الحكي هاد؟ والله يا مدام هي خبرني سيد عماد. وليش ما بيعمل الحجز من مكتبه؟ الرحلة مو مسكرة، في عليها أماكن. الموظف اللي بتشتغل عنده أخذ إجازة وهو ما بيعرف يحجز من عنده، فشو؟ شو؟ هذا اسمه تخبيص. بتعرف شو يعني تخبيص؟ طيب سيد عماد، مثل ما اتفقنا، أول ما بتطلع الفيزا نطر اتصالك. وإذا تأخروا علينا بالفيزا تسمحي لي ما أتأخر الاتصال فيكي؟ أنا أونلاين كل الوقت، إمتى ما دقيت لي أنا موجودة. باي باي. باي باي. ولي شو هالجيلات، شي أونلاين على المضبوط. لا والله نسوان بدها صحة. وليه لك يا منار، عمل لي كاسة مليسة خليني روق الأعصاب التلفانة هاي. ضرب. شو هاد امي؟ امل شو هاد؟ طلعي من راسي هلا. يعني شو بدي اقول لك؟ ولا إذا قلت لك رح تفهمي شيء أنت. كنت اليوم موعود روح على السينما مع جدي ديب،
عم اجى هاد العواني زهير وخرب الدنيا كلها. كيف بدي اروح لحالي وهي السلمة الفوت عليها اكثر من 150 ليرة؟ حاجات شوبريلي بايديكي لك نجية، صار مثل استاذ التاريخ وهو عم يشرح لنا الدرس كله بالاشارات، مشان هيك ما كنا نفهم له التاريخ. شو هذا؟ 300 ليرة؟ الي؟ تروح مع لك نجية؟ برافو عليك لك حازم، برافو عليك. أنا من الأول نظرتي بالواحد ما بتخيب، قلت إنك مخفلتي وما حدا غيرك بيعملها. إيه بس هدول المصاري ناقصين؟ إيه ما في مشكلة، باقي مبلغ صغير مع الجماعة خلوه بقلبهم لبين ما يضمنوا إنه المعلومات صحيحة وإنه المناقصة رح ترسى عليهم. إيه لا، بس نحن مو هيك اتفقنا بنوب. مزبوط، بس يا أخي جماعة بدهم يضمنوا حالهم. وأنا كمان بدي يضمن حالي. حبيبي أنا كانت شغلتي من الأول جيب المعلومات يلي طلبوها أصحابك وبس، مو شغلتي أقعد استنى والله إذا المناقصة رح ترسى عليهم ولا لا. ليك على الحكي، بعدين نحن هيك اتفقنا من الأول. يا حازم يا حبيبي خلينا نسايرهم هالمرة والمرة الجاية. حل عنا يا ما في شيء رجعنا لورا 600 ألف سنة غير كثر المسايرة. قال سايرهم، قال أنا كنت واضح معك من الأول صح ولا لا؟ بعدين تعال لك انا ليش عم اعذب حالي؟ اخي انا ما عاد بدي كل هالشغل، تفضل خذ مصاري واعطيني الاوراق، هاتهم. لا دخيلك، انا بكمل لك المبلغ من عندي، بس انت خليك رضيان. شرف، يلا كفيلي. First on the scene was a PFC Robbins. Is he a suspect? He's shaved, so I sincerely doubt it. I have six of my boys securing the scene. Nothing's been touched. ما قبل ينزل أقل من 40 بالطول بالعرض بالأيامين كلها ما نزل أقل من 40. إيه بس 40 ألف هن النص مصاري العمار والحيطان اللي بدنا نرفعها. والله بدنا نختار، يا منكفي مشروعنا ومنضمن إذا أعطيناه المصاري ما يقرب صوبنا، يعني منشتغل بدون ما نخاف إنه يجي علينا الهد، يا أما بيصادر الأغراض ومنكون بخسارة ونصير بخسارة أكبر. يا ويلي من وين أجتنا هالمصيبة؟ أكيد في حدا داعي علينا. سيد قصي هدول نصيبك من العملية. مو كتار؟ لا مو كتار، أنت بتستاهل أبو السوس. بعدين دخلك من وين نزلت عليك هالاخلاق فجأة؟ مو كتار؟ ما قصدي هدول يضلوا معك يعني مو كتار. لك يلعنك بهالراس. شغل شغل المسجلة. هي 40 ألف. معلش يا اخي وسام، نعطيهم لزهير الكلب ومنضمن ما يقرب علينا لبين ما صب السقف. ايش هم المصاري البقياني بتكفي لحتى نصب السقف؟ قال وعدوني بالحلق خزقت انا داني، ما جانيش الحلق ما نبنيش غير وجع داني. ايش يا ملكة فريدة عاجبك هيك؟
والله ما خربها غير نقك على الطالعة والنازلة. على من تقرأ مزاميرك يا دهور؟